جينا لفقرة المواهب. المواهب النهاردة اللي هنقدمها هتبقى في الطرب والغنى وأيضا الشعر، ده كله بقيادة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة اللي هيقودها النهاردة دكتور كريم زين. دكتور كريم، كل سنة وانت طيب. مبسوط بوجود الشباب وشايف في موهبة جديدة ظهر النهاردة، أول بنت تنضم للأوركسترا. في البداية هتعرفني بكل أسماء أعضاء الأوركسترا. معانا عازف الرق أحمد عزيز، ومعانا عازف الطبلة أحمد ناصر، ومعانا عازفة الدف طقع عاطف، ومعانا عازف الناي ماجد منتصر، ومعانا عازف القانون أحمد عمرو، ومعانا عازف العود مايسترو أوركسترا لوزارة الشباب والرياضة ياسر مصطفى، ومعانا عازف الأورج مينا ميشيل. طيب هنبدأ النهاردة فقرة المواهب، نبدأ بالمطرب الشاب محمود عماد. اسمي محمود عماد، من محافظة الفيوم، عندي 22 سنة. أنا ابتديت الغنى من وأنا عندي 17 سنة. ابتديت الأول من خلال قصر الثقافة، وبعدين ابتديت دخلت الجامعة، شاركت في كورال الجامعة، جامعة بني سويف. بعدها شاركت في مسابقة إبداع 5 وإبداع 6 وإبداع 7. انضميت لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة من خلال مسابقة إبداع 6، حاصل على المركز الأول في الغناء على مستوى جامعة بني سويف، وحصل على المركز الأول في الغناء على مستوى محافظة الفيوم. أنا بحب الغناء القديم لأنه هو الطرب الأصيل وهو تراثنا العظيم. أول حاجات اللي أنا غنيتها زي أغنية أهو ده اللي صار للموسيقار الراحل سيد درويش، ومتأثر بالفنان الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. وغنيت قبل كده في حفلات كتير، منهم مسرح وزارة الشباب والرياضة وعلى مسرح المنارة. شاركنا في حفلات تخص أوركسترا وزارة الشباب والرياضة أمام الرئيس. أهلا بيك محمود. أهلا وسهلا فندم. هتسمعنا إيه النهاردة؟ إن شاء الله النهاردة هيكون حاجة لون جديد أنا داخل فيه بإذن الله، لسه الأستاذ الراحل وديع الصافي. هقول عظيمة يا مصر بإذن الله. عظيمة يا مصر. عظيمة يا مصر. آه ده من الأغاني الجميلة لوديع الصافي. جدا. يلا نبدأ. نبدأ.
الموهبة اللي جاية في الطرب أيضا هيكون معانا المطرب الشاب مؤمن عبد الله. أنا مؤمن عبد الله محمد، محافظ اسكندرية، عندي 22 سنة، منشد ومطرب. موهبتي بدأت من وأنا صغير، عندي 2.5 سنين. ختمت القرآن الكريم وأنا في أجازة 5 ابتدائي، وكنت دايماً بقى بحب أقلد المشايخ بتاعت إذاعة القرآن الكريم والمبتهلين وكده. الموضوع اتطور معايا لغاية بقى ما جيت كلية إعلام هنا في القاهرة. اشتركت في إبداع، واشتركت في مهرجان الفنون، وأخدت مركز رابع على مستوى الجمهورية. كان هو الطريق إنه وصلني لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة. الأغاني القديمة طبعاً بحب أسمعها جداً لأنها فن أصيل، فن عريق. بسمع جديد بس مش قوي يعني، بس برضو لازم أواكب التطور اللي إحنا فيه يعني. أهلاً بك مؤمن. أهلاً بحضرتك. الأغنية اللي هتسمح لنا إيه النهاردة؟ يا بلادي. تفضل، ومعك دكتور كريم زين المايسترو.
برافو مؤمن، واتوقع لك ان شاء الله نجاح باهر. أشكر حبيب. شايف اول البوم امتى باذن الله ليك؟ يعني قريب جدا ان شاء الله. ناوي بتخطط لده؟ ان شاء الله بامر الله قريب جدا. تحيه كبيره المؤمن عبد الله. في نهاية حلقتنا بنشكر أوركسترا وزارة الشباب والرياضة. المايسترو الجميل كريم زين. وتحياتي للشباب اللي شرفونا النهاردة في الاستوديو. تحياتي لحضراتكم جميعا. حلقتنا انتهت لكن كلامنا لسه مستمر في اتكلم براحتك.